أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد خلال زيارته بغداد أمس عن توقيع 45 اتفاقا ومذكرة تفاهم مع بغداد، وجدد الخالد التأكيد على دعم جهود العراق لبناء حاضر أكثر أمانا واستقرارا. الإعلان جاء في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية التي عقدت في بغداد أمس برئاسته ورئاسة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري. وأكد الخالد التزام دولة الكويت بقراري مجلس الأمن المتعلقين بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الذي يقوم به العراق لمحاربة الإرهاب. توجت اليوم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تعزز رصيد اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والتي بلغ عددها 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم. الصفقة الأخيرة أجلت إلى 2016، قدروا ظروف العراق الاستثنائية وهي بالمليارات، فطبعا كان هذا جاء في وقت نحن بأمس الحاجة إلى تأجيل التخفيف من كاهل ومن ثقل الموازنة.